الاستفاء ديالنا كمستشار مقاطعة سيدي عثمان. صح هذا الملف ديال الأمراض العقلية المصابين بالأمراض العقلية العنيفين اللي كيتجاوز 50 شخص مختل عقليا كيدور في التراب مقاطعة سيدي عثمان، محطة ديال ولاد زيان. كيجيو ناس كيجيبوهم الكيران، إما كتلقى كيهود للفيدة وإما كيطلع للمقاطعة التراب ديال مقاطعة سيدي عثمان. العقلية العنيفة صح كان مشكل سيدي عثمان الثاني. هنا كنحمل المسؤولية لوزارة الصحة لأن ما كديرش المتابعة ديالها كوارث كما كنا غنشوفوها هاد السيمانة. لولا تدخل الأمن الدولة كتقولي برو كيقولي خرج، كيجي هما كيديروا كذا. شنو بغاو وزارة الصحة؟ لا دواء لا نظافة لا ليجيان تما لا والو. مش كيف ما يتفلاو على عباد الله، راه مواطن هادو راه رعايا ديال صاحب الجلالة. الميت غادي نتكلم عليه ديال المبادرة الحقيقة فاجئتيني به. الأمراض العقلية غادا وكتكبر ووزارة الصحة هي خصها تكبر عقلها بدا تفكر في هذه الفئة. حنا ما عندناش الوزارة ديال الصحة ما عاطياناش الأطباء. جاء السيد الوالي بأنه دخل بالنسبة للإلكترونتيس راه ما يمكنش نديو لهم واحد ويتقوا لينا الغد. وزارة الصحة إلا ما كانتش قادة دير هذا الأمر تقولها. السلام عليكم سي عبد الله، برنامج عصر العدالة. تسمي الشرف ملي تلاقينا معاك بحال حنا تنقلبوا عليك اليوم شدينا ياك سي شفتك كا ردوا في مجلس مقاطعة سيدي عثمان. مؤخرا كانت واحد الأسبوع دابا حاليا كان واحد المشكل ديال واحد الأخت العقلية كان بغا يقتل باه كان بغا يقتل الجيران. صح هذا الموضوع هذا اللي الظاهرة اللي كثرات عندكم هنايا هذا غاش مبسوط. شكرا صوت العدالة ومرحبا بكم. صحيح ملي كتعيطوا لي غير كتلقوني مشغول شويه، ما الحمد لله حنا راه الاشاره للسلطه الرابعه ومساعدين نديو بالدلو ديالنا بجميع الملفات اللي عندها علاقه بالسكينه. بالصفه ديالنا كمستشار مقاطعه سيدي عثمان بجمع بمدينة الدار البيضاء، غير صح هذا الملف ديال الأمراض العقلية وخصوصا المصابين بالأمراض العقلية العنيفين كل الناس العنيفين. هذا الملف هذا ما عرفتش علاش مسكوت عليه، رغم أننا الآن المعطيات اللي عندي تقريبا كاين كيتجاوز 50 شخص مختل عقليا كيدور في التراب مقاطعة سيدي عثمان. هذا الملف هذا كاينين هذوك 50 اللي هذوك الناس اللي مصابين اما كيكونوا ابناء المنطقة ناتجة عن امراض اما كاين المخدرات وكاين حتى الامراض النفسية. مسكين واحد كتلقاه مثلا مرض نفسي جاء بشكل عادي، ماشي غير المخدرات اللي دائما كنلقاوها هي السبب هذا الامر. غير هو اللي بغيت نقول لك هاد الناس كما قلت لك اما كيكونوا من الساكنه ديال المنطقه واما كيكون السبب الرئيسي في الحضور ديالهم والدخول ديالهم للمنطقه ديال سيدي عثمان هو المحطه ديال ولاد زيان. كيجيو ناس كيجيبوهم الكيران من مناطق اخرى وكيجيبوهم حدا لوطوروت وكيحطوهم، اما كتلقى كيهود للفيده واما كيطلع للمقاطعه التراب ديال المقاطعه سيدي عثمان. هذا الامر هذا راه يجب على السلطات المسؤوله على هذا الامر بان دير خدمتها في هذا الباب هذا، لان ما تبقاش تخلي الناس ديال الكيران يبداو يجيبوا الناس ويطلقوهم تما. هذه وحده. هاد الامراض المصابين بالامراض العقليه العنيفه صح كان مشكل في سيدي عثمان الثاني خصوصا في الزنقه 4. كان واحد المختل هو درويش ولكن مريض في واحد الاسبوع شي اسبوع هذا هو مسكين مريض مصاب وكان كيداوى من 2022 هو كيداوى ولات الحاله ديالو الطبيعيه الحمد لله رجع للامور الطبيعيه ديالو كيستعمل الدواء ديالو، ولكن مني حس براسو راه دقات ولا قطع الدواء. وهنا كنحمل المسؤوليه لوزاره الصحه لان ما كديرش المتابعه ديالها. نورمالمون خصها تدخل في اتفاقيات مع جمعيات هاد الناس اللي كيستعملوا الدواء واخا كيقول هو عند راسو ولا الاسره ديالو عندهم راه صافي الوليد راه ولا مزيان راه ما كاينش مزيان. هذوك امراض عندها لا كونتينيتي في الدواء خصو يبقى يستعمل الدواء. هنا كنقول لهم وزاره الصحه خصها تدخل في اتفاقيات مع جمعيات باش يمشيو يسونسيبيليزيو الاسره ديال المريض لانه كيقول لهم ما خصوش يقطع الدواء ديالو.
وخصهم يشوفوا الوليد الا ما كانش اولا المريض ما كيستعملش الدواء خاصو يقولوا لي خاصك تستعمل الدواء ويديروا مع جميع الاليات التحفيزيه كاع باش يبقى مستمر في الدواء ديالو، والا غنشوفوا الكوارث كما كنا غنشوفوها هاد السيمانه لولا تدخل الامن بالسلاح ديالو بالامور ديالو اللي حلوا هذا الاشكال هذا ودا. وهنا لا بد هذه الحاله هذه في حقيقه ما يمكنش نجيو، لان واحد المسار ملي كيكون كتعلموا بواحد السيد اما الاسره ديالو ولا الجيران ديالو اللي كانوا مثلا غيدبحوا هددهم بالذبح، هو مسكين هو راه مريض ما عاقلش كيقول، لكن كان هذا السلاح ديالو كان كيهدد الاسره ديال الجيران الى درجه ان الجيران ولدهم خاف على راسو نقص الشرجم نخرج من الشرجم ديال برميطاج وتم غادي هربان، يعني كان غير باه حتى هو مخلوع باه هذا الانسان المريض الاسره الفوقانيه. هنا كنقول لنا الناس ديال 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 وزاره الصحه هذا المسار اللي كان ملي كيكون واحد كان ديكلاريو به اما الاسره ديالو ولا الجيران ديالو كيلقى واحد مختل ولا مريض عقلي عنيف راه كيهدد الساكنه، ملي كيدير القيد السلطات المحليه اللي كنشكرها بالمناسبه لان كنعيطوا لهم كنلقاهم في البلاصه كيجي كيدير توجيه ديالو كيقول كيدير توجيه باش هذاك السيد ما يمشي لتيت ملي ويمشي ل 36 هو ديال الامراض العقليه. نعم هذا ديال الظاهره ديال البخت العقليه تنشوفوا يقولوا تقول انت وزاره الصحه خصها دير هذا الجمعيات بعض الجمعيات كتعطيهم الدوايات ولكن مبالغ تيتخلصوا على هذا الشيء هذا اجراء كاين واحد الموضوع اخر اللي جبتيه قضيه السبيطات بالليل اللي غني على التعريف شفنا فيها كوارث كبيره وكانوا بدلوا المدير ديال المؤسسه اليوم مازال حاليا تنشوفوا هذه المشاكل متجمعش لك انا متفق معك وغادي نوصل حتى لتيتم الليل من بعد ما ندوز ل 36 وزاره الصحه. انا وزاره الصحه من كما قلت لك القيد كيدير التوجيه ديالو كتخرج هذيك لا كوميسيون كيعيطوا لومبيلونس ديال العماله كيهزوا هذاك الوليد كيديوه ل 36 صور كيديوه ل 36 على اساس راه عنيف يعني راه غيقتل الناس ديال العماله يعني راه ملي كيصيفطوا ليهم تما كيديو ل 36 كيقول لهم هذا السيد راه ملي جابتو السلطه وجابوه في لومبيلونس ديال ومعاه كوميسيون وكيعطيو ليهم كيسلموا ليهم كيعطيو فريده ولا كيتقول لي برا وكيقولوا لي خرج كيجيو هما كيديروا هكاك اشنو بغاو وزاره الصحه واش بغات حياتنا تكون مهدده بغاو يقتلوا وليداتنا يتحملوا مسؤوليتهم راه الا كان 36 ما قادينش يهزوا هذا الشيء راه كاين الميزانيات ديال وزارة الصحة ودير دي زوبيتو وبالمناسبة من حتى ديال تيتم اللي ذكرتيه مصيبة تما كيمشيو يصيفطوا الناس تمايا كيديهم كيخرجوهم تما كيقول لك لا راه ما عندنا ما نديرو ليه لا دواء لا نظافة لا ليجيان تما لا والو إذا اش كيتسناو زيد عليهم 36 إذا هذا المختل عقليا حتى يطيحوا الرواع عاش نبداو حنا نغوتوا عاش نبداو نتباكاو على الموتى ينوضوا يتحملوا مسؤوليتهم راك ما يتفلاو على عباد الله راه مواطن هادو راه رعايا ديال صاحب الجلاله راه باش مني انا القناة دري انايا دري مثلا ولا عنده 24 عام ولا 30 عام ويجي واحد يذبحو لانه يعني ما عندوش العقل راه خسرات مع البلاد. القضية ديال 24 عام 25 عام كاينه واحد التعويج ديال منصه الشباب اي عمل خصوصا عندكم هنايا في عمله مولاي رشيد المبادره وغادي تدير المشاريع اللي خصها تعطي الوليدات وتعطيهم واحد المبادره. واخا انا قبل هذا الملف غادي نتكلم عليه ديال المبادره في حقيقه فاجئتيني به غير انا مني تكلمت على اساس من كي سولتيني على الامراض العقليه وهذاك الوليد انا غير اللي غنقول لك المعطيات الرسميه الوزير السابق ديال الصحه كيتكلم على ان 40% واكيد 40% من المغاربه مصابين بالامراض العقليه خصوصا عند الفئه اللي العمر ديالها كتجاوز 15 سنه يعني 40% ديال الفئه ديال المغاربه اللي السن ديالهم كيتجاوز 15 عام 40% مصابين بالامراض العقليه. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الان 23 كيأكد بأن عدد المصابين من هذه الفئة هذه ديال 15 سنة وصل 48.9
يعني الامراض العقليه غدا وكتكبر، ووزاره الصحه هي خصها تكبر عقلها، بدا تفكر في هذه الفئه وتفكر في اليات باش تحد من هذا المرض، وحتى العواقب العوائق ديال ولا العواقب ديال هذا المرض هذا ما تكونش. يعني تشوف الوليدات اللي باقيين صغار في التعليم ديالهم، تدخل دير لا سونسيبيليزاسيون ديال الوليدات باش يمشوش للمخدرات، تخدم على واحد المجموعه ديال الاليات، وهذه خصها تكون اتفاقيات مع وزاره التربيه الوطنيه، مع واحد المجموعه ديال المتدخلين خصها تخدم معاهم. هذا مشكل ديال وزاره الصحه، باش نشوفوا ماشي غير الناس من الامراض العقليه هما اللي ما بسببش، حتى المواطن العادي ما بسببش السبيطار، شي السبيطار دابا شحال عباد باش ندير النوبه. شوف هذاك موضوع كبير، شوف نهضروا على الصحه. شوف غادي نقول لك، حنا في المجلس ديال مقاطعه سيدي عثمان فين ما كنعيطوا للمندوب ديال الصحه ولا المدير ديال المستشفى ديال سيدي عثمان كيكونوا صرحاء معنا، وكنشكرهم انا بالحقيقه على الصراحه ديالهم. كيقول لك حنا ما عندناش الوزاره ديال الصحه ما عطيناش الاطباء، يعني الموارد البشريه اللي غادا تخدم ما كيناش. هذا مشكل ديال الوزاره ماشي ديالو هو عنده ان لوكال، هو عنده كيكسب لهم كيقول لهم عندنا لو مونك ديال هذا الطبيب ديال الولاده، عندنا لو مونك ديال لي ديسبونسير اللي كاينين تما المستشفى، هذوك السبيطارات ديال الاحياء راه ما فيهمش الاطباء، ولكن واحد لا سبيسياليتي ناقصه كيصيفط لهم ولكن ما كيدخلوش. نزيدك اكثر من هذه، كان سبق لي درت واحد التصريح حول مرض السل، حول مرض السل، تصور معايا كنتكلموا على مرض السل، الناس ما لقاوش الدواء ديالهم، ما لقاوش الدواء ديال مرض السل اللي كاين في السبيطار اللي كاين في حي الصدرين، الناس كيمشيو كياخذوا ما لقاوش الدواء. في الاخر مصيفطين لهم سيمانه حلوا المشكل ديال السيمانه، صيفطوا كرتونه ولا ما عرفت جوج كرتونات حلوا بهم المشكل ديال اسبوع، ومن بعد هو وقف. اذا واش هذا هو الحل؟ وانا كنطلب انا السلطات المحليه فهمتيني ديال في المنطقه عندنا بان تدخل لحل هذا المشكل هذا، وحلوا المشكل ديال الامراض العقليه وديال مرض السل كذلك. انا الادويه ما كاينينش. وبالنسبه للسيد الوالي، هذا رجاء للسيد الوالي بانه يدخل بالنسبه لذاك 36، راه ما يمكنش نديو لهم واحد ويطلقوه لينا الغد ولا يطلقوا لنا هذيك الساعه، لا تقول لي برا راه الترخار تجمد ونجيبوه للدار، كينوض جاهل. انا كنطلب هذا الامر هذا، لان السينو راه غنلقاو بعض الجرائم السبب ديالو حنا كنسمعوا بان مختل عقليا انا هو ذبح هنا، هو ذبح مو، هو ذبح هذاك، هادشي راه ما خصوش يكون. شوف انا متفق كما قلت لك في الاول، هذيك المحطه ولاد زيان ملي كيجيو الناس تما كينزلوا اصحاب الكيران كيديعوا، اما كيعودوا لدرب السلطان والفيدا، واما كيطلعوا عندنا حنا المقاطعه ديال سيدي عثمان. اذا هذا اللي كان انا رجاء بانه يتحل هذا المشكل هذا، ووزاره الصحه الا ما كانتش قاده، دير هذا الامر تقولها، ما قداش نتحمل المسؤوليه ديال الامراض العقليه وندخلهم ل 36 ولا السبيطار ديال تيطملي، باش الناس يعرفوا ونعرفوا تحنا، ونعرفوا بانه راه 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 حياتنا في خطر. المساله الاخرى ديال المبادره اللي قلتي، باش ما يدوش هذا الامر، هو عبد ربي لا غنديروا في فيديو جديد، غير انا لابد باش لان دابا الفيديو غيتلاح خصني تكون رسالتي واضحه. وعبد ربي هو عضو اللجنه المحليه، غير صحيح بانه هناك من يتكلم الان على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى العماله مقاطعه مولاي رشيد، غير لان اللي غادي ناكد، لان هادشي كنشوفه في الفيسبوك، كنشوفه حتى الاخوان اللي كنتلاقاو معاهم ولا كيهضروا معنا في الهاتف، كنصدق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في العماله اللي مسؤول عليها بالدرجه الاولى هي اللجنه الاقليميه اللي كيترأسها السيد العامل عماله مقاطعه مولاي رشيد. اما المصالح الاخرى هي عباره عن سكرتاريه، يعني غير كدير واحد الخدمه، كتنقل واحد الملفات كتحطهم للجنه الاقليميه هي التي تقرر. اذا اللجنه الاقليميه برئاسه السيد العامل عماله مقاطعه مولاي رشيد هي التي تقرر. هذا بالنسبه للمبادره. بالنسبه للمنصه هذا بيت اخر، وهي استناجو شي حاجه جديده، قيمه مضافه للمبادره على مستوى المنطقه، ماشي غير المنطقه ديالنا، ماشي غير المنطقه ديالنا، كنهضرنا على العماله كامله، لانه كاين شباب اللي داروا مشاريع ديالهم والحمد لله كنشوفهم غاديين كيتحسن المدخول ديالهم الشهري، ولا وكاينه حركه ديالهم، يعني هذه قيمه مضافه. انا في
كاين واحد مجموعة ديال الملاحظات اللي غادي ندلي بها في حقيقة في الوقت ديال اللجنة المحلية ملي غادي تكون في إطار الاقتراحات، في إطار الاقتراحات، وهذو كنتحفظ عليهم حتى يكون اللجنة المحلية، وغادي نقول إن شاء الله.